قد يكون العمل الجغرافي والمناخي ساهم عبر التاريخ في تنمية الصناعات التقليدية في محافظة نابل لانفتاح على الحضارات المتوسطية. إلا كاملة الحسن نعيمة سلمان من أقدم الطرازات في نابل. التطريز فن جميل يتطلب صبر ومثابرة ودقة، وهي من الطرازات اللي تعرف تتبع الغرزة، والطريزة تبدأ بغرزة. من عمري 12 سنة وأنا نخدم في الخدمة دي. كبرت عرست، جبت أولاد، علمتهم حالة دار المعلمة يخدموا معايا، ولو يخدموا معها ولو يخدموا يصوروا تبارك الله. أولادي كبروا، أولاد أولادي علمتهم يخدموا في الخدمة دي متاعي. هذه طريزتك انت؟ برمقلي. هذه برمقلي؟ برمقلي. اي. وتل. اي. وعدس وكنتي. قديش توحش كيما هكا تخدم هذه وانا قاعدة، لا قعدت تكمل في شهر. لا ما قعدتش اوني تطول في الخدمة طريف. معناتها أقل حاجة شهر. شهر. شهر كل. إي لا أكية تقعد بعاد. العام نخدموها دخلتنا تاع المهنية. معناها انت من عام لعام تعمل وحدة برا دخلة. وكي يبدا عندك كماندة متاع برشا نعطي بالكراء. نعطي بالكراء، كنت قبل نطلع ب 12 مرصاوي عربي نعطي فيهم نرشم ونخيط ونعطي الناس يطرزوا لي. الكورغيف هذاك كان حاجة معناتها تنجم تقول سكري بوغ موا. علاش؟ خاطر نعرف اللي نهار آخر فيه مستقبل. أمي ربي خليها لنا بفضل التطريز كبرتنا وعلمتنا. أنا كيف علمت بنتي، أختي كيف علمت بناتها، نحبوها تقعد موجودة. نوصل حتى بسبعة سوايع وأنا نطرز مثلا، نحب اللبسة ذيك عندي طعم معناتها وقت معين نحب نكملها. نحب ديما نطور، نحب نعمل حاجات جدد. اون بليس لسا مانيش حتى كان اللبسات هذوما التقليديه النابليه، عملتهم تراديسيونيل وسبور او ميم طون باش نشجع البنات باش يلبسوا حاجات هكا فيهم الطابع التقليدي نتاعنا النابلي.